اتفقنا من بداية الحلقة ان احنا في الجزء الثاني منها هنحتفل معاكم بالطفلة اشرقت. اشرقت اللي كانت السنة اللي فاتت نجمة ذا فويس كيدز. من سنة بالظبط صورنا معاها. والنهاردة جايين عشان نعرف اشرقت وصلت لايه. خاصة بعد ما اتكرمت من دكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة في الاوبرا المصرية. فتعالوا معانا نرحب باشرقت. ازيك يا اشرقت؟ تمام الحمد لله. منوروني. من سنة بالظبط صورت معاكي. وجيت لك اسكندرية. والنهارده انا جايه لك تاني عشان اعرف بقى ايه اللي حصل في مده السنه دي. احكي لي كده وصلنا لايه. وصلنا لحاجات كتير وكده، يعني حاجات كتير عملتها، حفلات هنا وكمان عملت حفلات بره، عملت في السعوديه تبع برضو ذا فويس، وعملت حفله في ابو ظبي تبع ذا فويس وكده بقى. ان شاء الله في حاجات اكتر. طب قولي لي اشركت، لما بتقفي قدام جمهور مش مصري، انت كنت نجمه في ذا فويس كيدز وكان في اكيد جمهور عربي ومصري، بس انت احساسك ايه وانت واقفه قدام جمهور مش مصري؟ بيخافوا مثلا؟ بتخافي من حاجه؟ بتخافي احساسك ما يوصلهمش؟ لا بصراحه، يعني انا بحب الناس كلها اللي هناك في ابو ظبي، في السعوديه، في كل الناس دي بحبهم قوي، بحب اللغه بتاعتهم وتعلمت منهم اللغه بتاعتهم دي، بقيت اتكلم لبناني وكده. طب ما تكلميني شويه لبناني. يلا تقبرني. يلا كلميني. شبيك يا حبيبتي منيحه. طب قولي لي يا اشرقت، انت دلوقتي بقالنا سنه كنا متصورين معاكي، اخر حاجه وصلت لها ايه بقى؟ في منتج بيرعاكي دلوقتي؟ في حاجه بتحضري لها؟ عندي حاجات، في حاجات بره بس يعني لسه مش عايزه اقول دلوقتي، يعني عندي حاجات كتيره بره بس مش في مصر، يعني حاجات هعملها كتير بره. لكن لسه في مصر؟ لسه في مصر مفيش حاجه بالفعل؟ مفيش اغنيه مثلا حد الفها لك كلماتها ليكي انت مخصوص؟ في أغنية في مصر بس لسه هعمل الفيديو كليب بتاعها. طيب بصي، قبل ما اروح لأسئلة تانية، النهاردة الناس عايز تستمتع بأشرقت، البنت اللي كلهم حبوها من أول ما ظهرت في ذا فويس كيدز، فعايزين دلوقتي بقى نسمع الناس حاجة وبعد كده نرجع نكمل الأسئلة. نسمعهم ايه؟ نسمعك أغنية محمد فوزي بتاعت تملي في قلبي ولا اي والله؟ براحتك انت بحبة ايه؟ انا اي حاجة منك انا عارفة انها هتبقى جميلة. تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي انا اشكي اليك منك، تملي في قلبي يا حبيبي وانا عايش غريب عنك، تملي ولا انت داريبي انا اشكي اليك منك، انا اشكي اليك منك يا حبيبي، يا ريت اخطر في احلامك واشغلك واشغلك مره، يا ريت تمحني ايامك واعيش فيها ولو نظره، يا ريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك، يا ريت اخطر على قلبك ولو تكرهني واحبك، انا اشكي اليك منك يا حبيبي. الله عليكي، والله انت اللي حبيبتي والله. قولي لي يا اشرقت، كرمتي في دار الاوبرا المصريه من دكتوره ايناس عبد الدايم. طبعا التكريم ده الاول. ايوه قولي لي، احكي لي عنه. خدت المركز الاول مناصفه ما بيني انا ووفاء، وفاء عماد اللي كانت في ذا فويس برده، كانت مع تامر، كانت معانا يعني. والحمد لله انا خدت انا وهي المركز الاول، ومش عارفه مين خد المركز الثاني، واحده اسمها ازهار وحد تاني معاها. طب انت احساسك ايه بقى ودكتوره ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه بتكرمك بنفسها، كنت حاسه بايه؟ هي حبوبه قوي وانا بحبها جدا والله. انت كل الناس بتحبك يا اشرقت عشان انت جميله. عارفه من كتر ما صوتك حلو حاسه اني مش عايزه اسالك قد ما عايزه اسمعك، فهتسمعينا ايه تاني؟ اي والله يلا بينا. اي والله. اي والله، اي والله، والله وحشونا الحبايب، والله عيون الحبايب، والله اي والله، اي والله، اي والله يا خال، دوبنا من الصبر حبال، من الصبر حبال،
وقسينا في البعد ليالي أطول من نوم العزال، وقسينا في البعد ليالي أطول من نوم العزال. أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب، والله وعيون الحبايب والله. أي والله أي والله يا غاليين جايين في بحور الأشواق عايمين عايمين. وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عينيكوا الحلوين، وحشتنا الدنيا وحلاوتها، وحشتنا عينيكوا الحلوين. أي والله أي والله والله وحشونا الحبايب، والله عيون الحبايب والله. الله عليكي، برافو برافو، أنا فرحانة بيكي بجد. يعني أظن وعدت حضراتكم إنكم هتتبسطوا، وأظن وفيت بالوعد. أنا مش عايزة أسألك، أنا عايزة أسمعك، عندك حاجة تاني؟ زي إيه؟ قولي لي انت اختاري، قولي عمل لك ايه. يلا قولي عمل لك ايه. قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. قولي قولي عمل لك ايه قلبي، قلبي اللي انت ناسيه. وانت انت الغالي عليه، غالي عليه. قولي العين في العين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. العين في العين وانت ولا داري بحالي، والاه تبقى هين قلبي والفكر اللي جالي. اه الاتنين والله خدوا مني ليالي، كل ده كان فين؟ قولي كان مالك ومالي. انت اللي كملك ومالنا، حرام عليكي. الله اكبر عليكي، ربنا يحميكي يا اشرقة. تقولي لي بقى، بابا وماما في البيت لسه بيدندنوا معاكي؟ احنا عارفين ان صوتهم حلو، والسنه اللي فاتت صورنا معاهم. بيدندنوا سوا؟ ايوه عندي، انا عندي اخين وماما وبابا. فهم كلهم صوتهم حلو، بس في اخ اللي هو الوسط يعني بيغني بس بيحب الكوره احسن. بس انت صوتك احلى واحد، صح؟ احلى من بابا وماما كمان، صح ولا ايه؟ واثقه هتتضربي النهارده في البيت. طب قولي لي يا اشرقة بقى، نفسك في ايه؟ نفسي ابقى مطربه كبيره بالدنيا يا رب. يعني من السنه اللي فاتت وانت لسه عند قراراتك ما اتغيرتش، انت قلت لنا كده برضو السنه اللي فاتت. ان شاء الله يا حبيبتي كل اللي نفسك فيه ربنا يحققه لك. انا فرحانه بيكي ومبسوطه بيكي، وفرحانه ان انا جيت لك وصورت معاكي تاني. والف مبروك على التكريم، نورتيني. ان شاء الله نتقابل مره ثانيه. ان شاء الله يا حبيبتي، نورتيني يا اشرقة حبيبتي حبيبتي. باي. وبكده مشاهدينا اكون وصلت معاكم لختام فقرتي الاولى، وعدتكم انكم هتتبسطوا، والحمد لله وفيت بالوعد. ودلوقتي هنروح معاكم الدكتور احمد رمزي، كنا مسجلين معاه فقره مهمه جدا عن الحروق والجروح. اتفرجوا عليها لانكم هتستفيدوا جدا، ومحدش يروح في اي حاجه.